غالب. وقالوا على المراهقة معناها تضرب نحو النضج البدني والعقلي، والمراهقة المبكرة بتبدأ من سن 13 إلى سن 16 طبعا، أو المراهقة المتأخرة من 17 إلى 21. الكلام ده علماء الغرب قالوه، أنا بقول لهم لا، الكلام ده مش هو كل حاجة. أنا ممكن يكون عندي في بلادنا هنا في الصعيد البنت ممكن المراهقة تبدأ من سن 9 سنين زي ما بدأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة وهي عندها 9 سنين ظهرت علامات الأنوثة معها. فالمجتمعات بتختلف، يعني أنا لما رحت سيبيريا ياك بلاد الجليد فوجئت مثلا لقيت إن المراهقة مثلا ممكن تبدأ بعد 16 نتيجة الجليد ونتيجة البرد اللي هم فيه وعدم النمو السريع للجسد. إحنا عندنا هنا بلاد فيها حرارة فالنمو عندنا سريع، فما نبدأش نقول إن المراهقة أمر ثابت إن لازم تبقى 13 سنة في البداية، لا. إنما نستطيع أن نقول إن العالم المجتمع الأرض بتاعته حر ممكن تبدأ من 9 سنين و 8 سنين كمان، لأن الأمور البيولوجية اللي هي خاصة في جسم الإنسان فيزيائيا بتنمو مع بتتوحد مع الحرارة عكس إيه اللي يقيمك أكثر؟ قلبك ولا درسك ولا عقلك؟ يا سلام، ألم معلش عايزين نسقف له عشان ألم فعلا مستمر، ألم القلب يتعالج وبرضه ألم العقل ممكن يتعالج. إنما ألم القلب ده بيبقى ألم صعب قوي، ربنا يعافينا من ألم القلب. بعد كده الحقيقة أي الطريق نسلك وكيف نبدأ؟ عندنا طرق كتير جدا جدا إزاي يعني أي طريق نسلك؟ إحنا عمالين نتخبط في الحياة. رقم واحد كون إن أنا أتواصل بيني وبين ربي صح، وأتواصل بيني وبين نفسي صح، وأتواصل بيني وبين مجتمعي صح، يبقى أنا إنسان ناجح في الحياة. وزي ما قال أخونا وأستاذنا إمبارح إن كلمة السر هي الحب. أنتوا عارفين يعني أنا في بعض الأوقات أجد إن القرآن ده مثلا قصة حب، لما بلاقي بعض الناس اللي عندهم عنف وشدة وقسوة على الناس وباسم الدين. الموضوع مختلف عن كده خالص، الموضوع ربنا بيقول يحبهم ويحبونه، وبعد كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وعندنا بعد كده ربنا يقول لما يزعل من حد يقول والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المعتدين، يعني يا حب يا ما فيش حب، يا حب يا ما فيش حب. سيد المسيح يقول الله محبة، حب رسالة حب. لما تجد إن هذه المعاني الجميلة، احنا عندنا القرآن ذكر السيد المسيح بمواقف رائعة جدا، كنت أنا وصديقي للأنف مر